مياه الشرب في العاصمة هل هي مطابقة للمواصفات والمقاييس؟ تابع التقرير. لأجل تحديد والكشف عن مسببات الأمراض والتلوث وعلاقة الأمر بمياه الشرب، في زيارة إلى محطة مياه المجرن ولاية الخرطوم، لجأت كاميرا كالآتي: أخذ عينات المياه عبر معامل المحطة بمراحلها ومستوياتها المختلفة وصولا للمستهلك عبر محطات الضخ. ازدياد شكاوى المواطنين في الآونة الأخيرة من وجود تسربات وعدم نقاء لمياه الشرب بولاية الخرطوم. الخرطوم محلية بحري تتزايد فيها معدلات الإصابة بالإجهاد واضطرابات المعدة. من فترة قبل أسبوع تقريبا أو أكثر، يعني المويه هي لا طعم لا لون لا رايح، نحن عندنا فيها طعم ولون ورايح. نحن بنشتكي من المويه في حلة حمد، مويه حلة حمد ريحتها ريحة صدى. يعني عملت لنا أوجاع في بطننا وعملت لنا أمراض ذات ما عرفنا، وجع بطن وجع معدة. وقد عزى ذلك الكثير من المواطنين للمياه التي يعتقدون بأنها ملوثة أو اختلطت بمياه الصرف الصحي. كاميرا كالآتي قامت بزيارة لمحطة مياه المجرن الخرطوم وتعرفت عن قرب على المراحل التي تتم بها معالجة مياه الشرب. يتم فحص وتحليل المياه في معمل الكيمياء عبر 5 مستويات كيميائية لقياس صلاحيتها، ومعمل البكتيريا تحت أشعة فوق البنفسجية عبر جهاز السلامة. معمل المحطة يعمل لقياس عكارة المياه وتنقية النسبية لمعرفة عدد الترسيب، خاصة في فترة الخريف، مع العلم بأنهم لم يجدوا عناصر سامة نسبة لجريان النيل. عبر الفلاتر الرملية يتم فيها التخلص من بقايا العكارة والطحالب أو أي أحياء دقيقة. بعدها إضافة الكلور، أخيرا يليها اختبارات لكل مراحل المعالجة. المياه تمر بكل مراحل التنقية المعروفة عالميا، وعلى الأغلب أن المشكلة قد تكون في الشبكة أو طريقة التخزين في المنازل في ظل عدم توفر المياه. ويبقى السؤال هنا: مطابقة لمعايير المواصفات والمقاييس؟ الأستاذ محمد علي العجب، مدير عام. مهندس مساء الخير. سيد محمد علي العجب معانا؟ طيب، لغاية ما يجهز الباشمهندس محمد علي العجب، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، للسؤال الأهم، لأنه تساؤلات كثيرة في الفترة السابقة حول مدى صلاحية مياه الشرب في العاصمة ومطابقة المواصفات المعتمدة من ناس كثيرين، لكن احنا حنحاول نسأل أهل المعرفة والعلم والاختصاص. باشمهندس محمد عادل العجب، مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم. باشمهندس مساء الخير. ألو، كيف أحوالك؟ ألو محبيبك، كيف الأحوال؟ أنا محمد عثمان الحقيقة، كيف أحوالك؟ أنا محمد عثمان الحداد، مدير المعامل. محمد عثمان فتح الباري، مدير المعامل. مدير المعامل، مرحب بك سيد محمد عثمان. لو تسمعنا من صوت الهاتف. محمد عثمان فتح الباري، شكرا لوجودك معنا، ولو ممكن نخفض صوت التلفزيون تكون ما قصرت وتسمعنا من سماعة الموبايل يعني بعد إذنك. وصلت. باشمهندس كيف الأحوال؟ لكن العجب مدير عام. الو، احنا ما خلاص يعني باشمهندس محمد عادل العجب ده المدير العام معانا الآن على الهواء، الأستاذ محمد عثمان مدير المعامل في الهيئة، هيئة مياه ولاية الخرطوم، كده صحيح؟ نعم. الموية اللي بنشربها وبنستخدمها في المنازل تحديدا هي الستاندر بتاع المويه المتوفره لكل الناس حول العالم؟ طيب، بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. نعم. اولا نشكر لكم على الاهتمام بقضايا المواطنين. زياره نحن المغرب والمعامل للوقوف
على عمليه التنقيه ومراحل مختلفه لامداد المياه لمواطني بلاد الخرطوم. بالنسبه للسؤال عن مواصفات المياه، هل المياه المنتجه موافقه لسند مطابقه للمواصفات العالميه؟ طبعا بالتاكيد نحن يعني 100%، لانه نسبه للظروف التي يعني تمر البلاد نسبه لوضع الموارد التنقيه، موارد التعقيم، الحالات الماديه، فنحن المعالجه تكون تتم لكن يعني تتاثر بظروف الموسميه، يعني عندنا فتره الصيف دي مواقع المشاكل تأثر بها المحطات، تأثر بها الإنتاج، تأثر بها النوعية. فترة الخريف عندنا مشكلة الوقار العالية. مصمم لاستقبال مياه ذات وقار عالية. نعم. تكون المعالجة جزئية بعض الأحيان، لكن نحن نبغى صارع جزرة في تطبيق جميع مراحل التنقية من المأخذ مرورا بالتسريب بالمواد الكيميائية، مرورا بالمرحلة التعقيم بالكلوريد. استاذ محمد، ما مطابقه 100% وبتبذلوا قصارى جهدكم وتخيلكم، لكن هي هي كم مطلوبه؟ طيب كم في المية؟ يعني انا اقول لك انه اقول انه هذه المياه يعني بيحصل تذبذب وتقطع حسب 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 الوضع وظروف الحاله. ما هي الفترة السابقة تأثرت بغفلة طريق الطريق من برسودان، تأخرت كميات تصل إلى الهيئة، والآن الكلورين أيضا متأثر، المفروض يصلنا في الأيام الجاية من مصر العربية والغاز. فالحاصلة في البلاد في الإمداد المواد اللازمة للتنقية. نعم. هذا ينعكس انعكس على جودتها وخلاها اقل من ال 100%. نقدر نحدد نسبه الان لجوده المويه دي كم في الميه من ال طيب من الرقم المطلوب؟ عندنا محطتنا مثلا محطه المناره هي الجوده 100%. محطه المناره هذه الان هي ما زالت تحت اشراف شركه بريطانيه بايومتر، تنتج مويه مطابقه للمواصفات. يعني محطات مثل محطه الدحري، المناره دي محطات المناره واحده لو تكرمت استاذ محمد. نعم. المناره دي بتخدم على شنو من المناطق؟ المنارة دي هي في على الاتجاه الحفاية ودار السلام وراد المدة، يعني قطاع نحاول مرة ثانية مع الأستاذ محمد عثمان مدير المعامل بهيئة مياه ولاية الخرطوم، بيقول في كلام مهم شفافية. جهدهم وقبل ما يقطع الخط كان بيفصل بعض المناطق الجوده فيها 100% زي محطه المناره، وان شاء الله نرجع له ويدينا بقيه التفاصيل لانه دي مياه مطابقه مواصفات بنسبه 100%. بقيه المحطات لغايه ما الزملاء ان شاء الله يتواصلوا معاه معانا. استاذ محمد المناره انتهينا مواصفات 100%، عندك بقيه شرح تفضل. طيب محطة البحري أيضا محطات كبرى هي تنتج إنتاجية 300 متر مكعب. نعم. وتغذي بحري وشرق النيل وحتى يعني خرطوم مخزن الصحافة. تساهم ب يعني يمكن هي من أكبر والإمداد فيها مستقر والجودة فيها مستقرة. كم الجودة بالتقدير ممكن نصل لرقم؟ والمحطة البحري ممكن تقول إنه 80%. 80%. نعم. تاني في اي تفاصيل اكثر؟ في محطات ثانيه؟ محطات عندنا محطه المقرن. عندنا محطه المقرن. نعم. محطه جبل اولياء. ومحطه السوبه. دي مواصفات كم في المية نقدر نقول؟ دي كبرى المحطات اللي عندنا. السوبه ايضا محطات مستقره تماما، السوبه الان يعني المياه الخام في النهر الان هي 4 دعوكات. يعني
منارة، بقية المحطات مواصفات أقل من 100% نقدر نقول بالمجمل. نعم نعم. طيب لما نتكلم على 80% جودة المياه أقل شوية أو أكثر شوية ممكن تكون، هل نقدر نقول إنه دي صالحة في أي خطر حياة الناس من استخدام مياه مواصفات؟ والله طبعا بالتأكيد يعني المطلوب إنه المياه تكون مواصفات نظافات بنسبة 100%. نعم. فهنا يأتي يعني التحدي. نقدر نقول إنه نعم ما ظهور أي أو يعني أو أي حالات عشان المياه. عشان المياه في كل المحطات تكون جودتها 100%، شنو المطلوب؟ نعم. والله المطلوب مواد التنقية، مواد التعغيم كلور، المطلوب أيضا تأهيل المحطات تحتاج إلى تأهيل لأنها صارت معمرة، يعني توفير غطاء للبئرات، وكل هذا يحتاج إلى المال لكي الصرف على التشغيل والصرف على الصيانة. المطالب دي لها كم عشان تتحقق؟ يعني كم من الزمن الآن أنتم بتطالبوا بتوفير كل الإمكانيات دي على المستوى الزمني يعني؟ والله المطالب ما توقفت، بعدين مربوطة ب يعني الوضع المالي ومربوط بتعريفة المياه. يعني الآن نقول يعني خدمة المياه طبعا عشان تغطي التكاليف اللي تقولها زي ضغط الوقود وزيادة أسعار من خارج السودان، فكلها تؤثر في حين أنه التعريفة هي غير مغطية بكل تأكيد. أخيرا أستاذ محمد عثمان، الناس في البيوت اللي بيستخدموا الموية، شنو الإجراءات اللي ممكن يعملوها بعد ما تصل الموية لمواسيرهم وتساعد في تحسين جودة الموية في آخر مراحل يعني نزول الموية دي، ممكن تخلي الموية أفضل حالا في ظل الأوضاع اللي أنت ذكرتها الآن؟ في كل الأحوال إنه الاحتواء الذي يمكن أن تجرى في البيوت إذا يعني حسن المياه يعني بها عقارة هي طبعا الترسيب. في بعض الناس تعمل فراغ منزلية في غلي المويه ما فيها كلور، غلي ما ممكن يكون بديل للكلور. كذلك إذا في يعني استخدام ممكن بعض مثلا اللي ممكن يكون معوض للتعظيم برضو بعض الحالات دي، إذا كان في إنسان لأمراض، إذا ظهرت أمراض لألغوا المياه إذا غلي الماء للتعظيم الماء قبل استخدامه. احنا نشكرك جدا استاذ محمد عثمان مدير المعامل بهيئه مياه ولايه الخرطوم، مداخله مفيده جداً ومهمه. شكرا جزيلا. محتاجين نضيف كلام الاستاذ محمد عثمان، الفلاتر لمن استطاع اليها سبيل، اذا ما كان كذا الناس ممكن تغلي المويه، وبالحد الادنى ممكن الناس في الصبارات او غيره يستخدمون. دي نصيحه على ذمه الاستاذ محمد عثمان وهو مختص مدير المعامل في هيئة مياه.